السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. عام على حكومة السودان، منجزات ومواجهة التحديات وتطلعات لاستكمال المشوار بذات الأداء. حياكم الله. أطفئت شمعة وأوقدت أخرى، عام ثاني للحكومة الحالية الموصوفة بحكومة الخدمة الوطنية، وفيها أيضا جدولة لأزمات العراق، تفكيك لهذه الأزمات وتسعى لإحداث نقلات نوعية في طبيعة الخدمات المقدمة، بما يعيد مد جسور التواصل مع الشارع المحتقن من الأداء الحكومي طيلة الدورات السابقة. نقاط عمل استراتيجية توزعت على القطاعات والملفات ومنحتها مرتبة الأولوية في المنهاج، أهمها ما يتلامس مع حياة المواطن وتصل حد العلاقات الخارجية والدبلوماسية التي اشترطت أن تكون منتجة. فما هي إنجازات هذه الحكومة خلال عام، وما هي التحديات التي قد تكون عائقا لاستمرار عمل هذه الحكومة وأدائها؟ هذا ما سنناقشه في الملف الأول من حصادنا. أما في الملف الثاني فإن إسرائيل التي بثت رسائل قوتها على امتداد السنوات السابقة وصورت للعالم أنها القوة الضاربة التي لا تقهر، ما هي إلا ساعات من شروق فجر السابع من أكتوبر حتى تبدلت هذه الصورة النمطية وأدخل القسام الكيان في مرحلة صعبة وحرجة، وأصبح يخوض حرب الوجود بعد أن زلزل طوفان الأقصى مؤسساته السياسية والعسكرية على حد سواء. ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع تل أبيب إعادة ترميم صورتها، بل أن مؤشرات اهتزازها تفاقمت مع حدة الانقسام المجتمعي. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ جاسم العيساوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما، حياك الأستاذ جاسم، وكذلك الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات ضيفا كريما في الاستوديو، أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور هاشم، لما نتحدث عن عام تشكلت فيه الحكومة وسط ظروف نستطيع أن نسميها بالاستثنائية، الحكومة اللي سبقتها وصفت نفسها بأنها مرحلة انتقالية، من ثم نريد نقيم حكومة السودان موضوعيا، شلون نقيمها بالظروف اللي تشكلت بيها وسط هذه المتغيرات الكبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم أستاذ أحمد، تحية إلى ضيفكم الكريم الأستاذ العيساوي وإلى مشاهديكم وملاكاتكم، لك كل التحية. بموضوعية كما ذكرت، حكومة السودان جاءت بتحديات ومخاضات معروفة، لعلها كانت تواجه التحدي الأكبر وهو إعادة ثقة المواطن العراقي بحكومته وبسلطاته التنفيذية، بل بمجمل العملية السياسية كان هذا التحدي الأكبر. أيضا مع معالجة بعض التراكمات السابقة التي ولدتها تحديدا الحكومة الأخيرة، حكومة الكاظمي، ومنها ما يسمى بملف تعيين العقود الذي كان قد قارب 750 ألف أو أكثر، وهو رقم كبير جدا في ظل نظام توظيف هو يسبب ثقلا كبيرا على الموازنة العراقية قد تصل إلى 55% منها. وأيضا كان لابد من إثبات جدية الحكومة وإن لها برنامجا تسير به وتعمل به، وأن هذه الحكومة كانت مسؤولة عن إعادة الوئام أو على الأقل ما يسمى بالاستقرار المجتمعي والسياسي بعد التنافسات السياسية والحركات السياسية. تحديدا إنها جاءت بإجماع هو الأكبر في تاريخ العملية السياسية، باتفاق هو الأكبر من ائتلاف إدارة الدولة. على مستوى العمل الحكومي انطلقت الحكومة من هذه المهمات. إذا أردنا أن نوصف عمل الحكومة، هي التزمت ببرنامجها الحكومي إلى درجة كبيرة جدا مع تحديات الموازنة وإقرارها وتأخير موازنتها، لكنها ذهبت إلى أن تنفذ وعودها وخطواتها على ثلاث مستويات. المستوى الأول هو المشاريع السريعة الذي هي تعطي رسائل اطمئنان وتعيد الثقة من المواطنين، وهذا لعله في المجال الخدمي بما يتعلق بالخدمات كان واضح جدا، وكان هنالك رسائل كثيرة من الرضا عن هذا الأمر. وأيضا بما يتعلق في معالجة الفقر عند الطبقة الفقيرة بمراجعة ما يسمى ب نظام الحماية الاجتماعية، رفع المستفيدين غير المستحقين، وأيضا إضافة أعداد كبيرة وبتسهيلات أكبر، زيادة رواتب وآخرها زيادة رواتب المتعاقدين والمتقاعدين. الأمر الآخر أيضا ذهبت الحكومة إلى إجراء جريء وصعب جدا، ولعله هو كان يمثل تحدي والبعض يعتبره فخرا لها، وهو تحويل المتعاقدين إلى التوظيف بالعدد الأكبر. نعم هي في سياقات وفي تدريجات وفي إجراءات كان جيدة. هذا على المستوى المشاريع السريعة. أما على المستوى المشاريع المتوسطة، لعل هي أطلقت أكثر من مشروع بما يتعلق بأبرزها على الأقل بالمشاريع الخدمية والاستثمارية، أبرزها بما يسمى بمشاريع الطرق والجسور وفك الاختناقات. تعرفون كانت الطرق على مدى سنوات ربما عقود كثيرة حتى قبل سقوط النظام البائد تأخذ كثير من أرواح العراقيين لأنها أهملت. كان هنالك حملة كبيرة، وأيضا معالجة الاختناقات في بغداد التي هي بثمانية مليون نسمة. إذا كان هذا الموضوع يعتبر إنجاز الحكومة حضرتك تحسبه دكتور هاشم، طيب مو هنا هسه اليوم عندنا أحد السادة النواب أعضاء لجنة الخدمات النيابية يقول لك يجب أن تتوقف هذه المشاريع منا لما بعد الانتخابات حتى لا تستغل في الدعاية الانتخابية. أستاذ أحمد، لو نظرت كل حكومة إلى هذا الأمر فإنها ستتوقف. لماذا؟ أولا هذه المشاريع هي مشاريع باسم العراق وللعراقيين، وتنفذها حكومة العراق، لا رئيس الحكومة ولا أي منهم من الوزراء المنفذين لهم علاقة بهذا الأمر. ثم أصبح المواطن العراقي واعيا بأن هذه استحقاقاته ومسؤوليات الحكومة انقصر عنها البعض، الحالي المفروض لا يقصر، وبالتالي هو يؤدي واجبه، فبالتالي الأعمال مستمرة، لا يمكن أن تتوقف أشهر
بهذه الذريعة، وهذا رأي منفرد يحترم ولكنه غير عملي وأيضا غير دقيق. طيب. أما بما يتعلق بالمشاريع البعيدة، نعود إلى المشاريع، اسمح لي دكتور، على المستوى الاستراتيجي. نعم، على المشاريع الاستراتيجي لعل الأكبر هو التوجه بربط العراق بمجموعة من المشاريع الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم. هذه تحقق الأمن والاستقرار وأيضا التعاون المشترك، أبرزها ولكن هنالك تحديات التنمية الاقتصادية وإحياء مفهوم. مو احنا عندنا هذا الرؤية الاستراتيجية، ولكن قضية تطبيقها، وهنا نتحدث عن الإنجازات في عام. أستاذ جاسم حياك الله مجددا، موقف أربية تجاه الحكومة في عامها الأول، بيان الديمقراطي تحديدا، ما راح نشوف أنه شوية قاسي وبمجانبة للواقع؟ يعني مشكلات عديدة بين بغداد وأربيل، سعة حكومة السوداني حتى ترسم خارطة الحل على حتى على مستوى الاستراتيجي، تفضل بي دكتور هاشم. لكن هاي المشكلات تبدو أنها متأصلة منذ التغيير، والجماعة يريدون يحلوها في عام واحد. يعني هذا عدم الحل يسوي لنا فد شائبة في إنجازات الحكومة لمدة عام. نعم، بداية السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم الأخ الدكتور هاشم وإلى جمهوركم الكرام، تحياتنا لكم. السيد السوداني بدأ بداية جيدة، وعندما نهض في نهضة الإعمار في العراق واختار الوزير الكفوء ووزير إسكان الإعمار هو السيد بنغين، وجلسوا ووضعوا مشاريع استراتيجية تخدم العراق، لا تخدم شخص معين ولا مرشح معين ولا تخدم فئة أو كتلة معينة، وإنما تخدم مصلحة الشارع العراقي ومصلحة الشعب العراقي. هذه المشاريع استراتيجية تحسب لحكومة السوداني، وإنجازات السيد السوداني الأخرى هي كما ذكر زميلنا هي التوظيف وإعادة القسم من المفصولين ومسوخ عقودهم من قوات الأمنية، وتحويل العقود إلى وظائف دائمية، وتحويل أيضا الإجراء اليومين إلى عقود. كل هذه تحسب لإنجازات للسيد السوداني ولحكومته، وأيضا تحسب للسيد السوداني تقارب وجهات النظر فيما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وصلت إلى أعلى مستوى في التقارب بين وجهات النظر في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عندما شرع السيد محمد الشيع السوداني بتشكيل حكومته وكابينته الوزارية، وعندما وضع الحكومة على السكة الصحيحة وعلى المسار الصحيح، عندما جلس مع الوفد المفاوض المهني من كلا الطرفين من الحكومة الاتحادية ومن حكومة إقليم كردستان، وبقت بعض النقاط العالقة، لكن أحيانا نجد أن هناك أشخاص لا تروق لهم نجاحات السيد السوداني على المستوى السياسي وعلى المستوى الخدمي والأمني. طيب. وهذا قد لا يؤثر كثيرا، لأنه مجلس شلون يؤثر كثيرا أستاذ جاسم؟ لا يؤثر، لأنه أكو كما رأينا أنه صدر قرارات عديدة تحدث شرخا كبيرا وواسعا بين الإقليم والحكومة الاتحادية، لأنه تلافى الأمر بحكمة السيد محمد الشيع السوداني ومجلس الوزراء العراقي، وأصدروا قرارات تخدم مصلحة الشعب الكردي وبالأخص رواتب إقليم كردستان. عندما صدر قرار من المجلس الوزراء ولو هو مشكلة آنية وكل شهر يعاني منها إقليم كردستان وشعب إقليم كردستان وموظفي إقليم كردستان وهم شعب عراقي حال ابن المحافظات الباقية الذي لا يرضى أي موظف في بغداد او في البصره او في الانبار او في محافظه اخرى ان يتاخر راتبه اسبوع واحد. طيب. مو احنا هسه نريد انجازات الحكومه، يعني هي انجازات قسوه. نعم. هذا استاذ جاسم، هذه ايضا يعني انجازات، يعني هذه قسوه في هذا البيان. لا. هو سؤال حضرتك اذا اسمح لي، بس يعني لما تكونون استاذ فاضل ويا استاذ جاسم، هذا الانجاز عندما جلس السيد السوداني زين. وقرر انه يعني يختزل مشاكل اقليم كردستان في الوفدين، وجلس هو على رأس الطاولة وحل هذه النقاط الخلافية بين الحكومتين وصارت الحكومة، هذا أيضا يحسب إنجاز السيد السوداني. طيب، مو احنا خلينا نرجع قبل هاي السنة دكتور هاشم، يعني الجماعة موجودين بالكابينة الحكومية ومجلس النواب قبلها بائتلاف رئيسي مشكل لهذه الحكومة أو مشكل لهذه الحكومة اللي هو ائتلاف إدارة الدولة، وما طرحوا هاي الأمور. يعني هسه لما نجي على تقييم الحكومة في عامها الأول، يصدر هكذا بيان من الديمقراطي أو موقف من الكتل الكردستانية بهذا الشكل؟ هو
موقف الدقة من الديمقراطية الكردستاني. أنا أقول رغم كل ما نسمع، لكن العلاقة ما بين قيادة الإقليم والإقليم مع الحكومة الاتحادية بشخص رئيس الوزراء هي الآن في أفضل حالاتها منذ عام 2003 أو 2005 إلى يومنا هذا. الرجل متفهم، الرجل ملتزم، ولكن ما جرى الاتفاق عليه وهو يمثل مراحل متطورة من الاتفاقات السابقة التي هي كانت بالعنوان العام التزام وإلزام. الأخوة في الإقليم التزموا بما عليكم والزمونا بما لكم، بما يفرضه الدستور والقانون والموازنات. هذا كان فيه تلكؤ. تعرفون في الفترة الأخيرة كان هنالك إشكاليات، أصبحت هذه المشاكل فيها انعكاسات خارجية، تدخل يعني دخول أحكام خارجية بهذا الأمر مثل محكمة باريسون في غيرها. رئيس الوزراء قال لنلتزم حتى نحل مشاكلنا بما لا يضمن ظلما لأحد. طيب. ما تريده هي المشكلة من دكتور هاشم؟ يعني هاي النقاط اللي يطرحها الديمقراطي من السبب الحقيقي لتعثر تطبيقها؟ يعني بغداد أدت ما عليها تجاه الآن أكو قصور من الطرفين؟ عزيزي الآن الأخوة في الديمقراطي الكردستاني كقيادة إقليم يريدون أن يتم التعامل معهم وليس مع الإقليم، وهذا الأمر يرفضه باقي الشركاء في الإقليم. يقولون بأن تعامل الديمقراطي الكردستاني معهم غير عادل غير منصف، وهم يطالبون بتعامل مباشر مع الحكومة الاتحادية. وهذا الأمر لا تريد الحكومة الاتحادية، ولكنها تدعو في نفس الوقت أنه تحل المشاكل ما بين الأطراف الكردية، أن توجد حالة من الثقة ما بين حكومة أربيل وسليمانية وباقي الأطراف. هذا الذي يعززها، لكن قبل كل شيء وبعد كل شيء أن يكون الإقليم ملتزما بما عليه أمام الحكومة الاتحادية. وهي الأمور أصبحت واضحة، تسليم الموارد بشكل واضح سواء كان موارد نفطية أو موارد المنافذ الحدودية، وبعد ذلك الموازنات تصل بطريقة، كل الأمور واضحة. لكن المشكلة تأمن دائما ما تجي بالتطبيقات. الأخوة لا زالوا يريدون في الديمقراطية الكردستاني، لا زالوا يريدون العلاقة مع بغداد من خلالهم مع الإقليم، وهذا الأمر كما يصرح به الشركاء لا يحقق العدالة لهم. أنا أقول العلاقة لا زالت طيبة وجيدة، وهي الأمور ذاهبة جميعا في طريق الحل، لكن تحتاج إلى أن يكون هنالك التزام كامل بما جرى الاتفاق به، التزام كامل بالقانون والدستور، وأيضا لا أحد يدعي تمثيل الكل. هذا هو الأساس. طيب. ولكن هذه الملفات اللي جدد الحزب الديمقراطي واحد. نعم أستاذ جاسم، لما يأتي الحزب الديمقراطي ويجدد طرح هذه الملفات على الساحة، شنو احتمالات تأثيرهن على الاستقرار السياسي الحالي، سواء على مستوى علاقة الكتل ببعضها أو حتى على مستوى الإقليم والكتل الكردستانية المشكلة لحكومة الإقليم حتى، ومن ثم ندرس هذا الاستقرار بشكل عام؟ سيد الفاضل، بداية الاتفاق اللي حصل ما بين بان تشكيل حكومة السيد السوداني وحكومة ائتلاف إدارة الدولة حصل مع حكومة إقليم كردستان، وهذا الاتفاق أبرم ووثيقة وقعت من قبل كافة رؤساء الكتل السياسية وصوت عليها مجلس الوزراء العراقي. فلا بد من التزام بهذا المضمون الوثيقة الاتفاق السياسي والتعامل مع حكومة إقليم كردستان ودون الرجوع إلى السليمانية أو غيرها. هذا شأن داخلي يعتبر داخل الإقليم، وحكومة الإقليم ممثلة السليمانية ممثلة بنائب رئيس إقليم كردستان ووزير المالية من الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزراء كثرهم داخل حكومة إقليم كردستان هم من الاتحاد الوطني. طيب احنا نتعامل مع حكومة ونتعامل مع كتل سياسية؟ نتعامل مع حكومة سياسي. نعم سيد الفاضل، حكومة إقليم كردستان يترأسها السيد مسرور برزاني، هو رئيس حكومة إقليم كردستان، وما جرى الاتفاق عليه يجب أن ينفذ حرفيا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهذا شأن داخلي لإقليم كردستان.
هو يتصرف مع كل شركاء السياسيين البقية وكل تمثيلهم موجود داخل إقليم كردستان، ولا يوجد غبن لأحد داخل إقليم كردستان، لأنه لا السيد مسرور برزاني ولا السيد نجرفان ولا برزاني ولا السيد كاك مسعود برزاني يرضى أن يظلم أحد ضمن حكومته وتحت خيمة إقليم كردستان. بالعكس هو لا يرضى بالظلم اللي يحصل على العراقيين وعلى الشعب الفلسطيني، يرضى النب على شعبه أن يظلم؟ بالعكس هذا غير جائز وغير موجود ضمن منهاج حكومة إقليم كردستان. أرجع لموضوعة هذا الاتفاق، حضرتك تخلي أنه بين الحكومتين المركز والإقليم، ولكن نرجع لإئتلاف إدارة الدولة اللي ساهم كثيرا في رأب الصدع بين البيوتات السياسية. هل من الممكن أن يكون هذا الاتفاق السياسي بين ائتلاف إدارة الدولة في العام الثاني من حكومة السوداني راح تكون بانتخابات برلمان إقليم كردستان، نشهد التئام بين الأحزاب الكردية، إعادة ترتيب الأوراق لكل الكتل السياسية ضمن هذا الائتلاف؟ والله احنا كلنا طموحين ومسرورين وسعيدين بتولي مهام رئاسة الجمهورية للسيد محمد الشيع السوداني، لانه رجل رئاسة الوزراء. نعم رئاسة الوزراء، لانه رجل اصبح اب لكل العراقيين ويتعامل بسواسية، يعني ما عنده تفرقة بين هذا كردي وهذا سني وهذا شيعي، وهذا افرح العراقيين وعم الاستقرار وعمة الخدمات. و هسه اكو بصيص امل عند العراقيين بانه اكو خدمات ملموسه بالشارع العراقي، واكو نظام دوله، واكو حساب، واكو رقيب على المال العراقي ومن قبل السيد رئيس الوزراء. فهذا نامل ايضا ان تتوسع هذه الخيمه وتسع الجميع في حكومه اقليم كردستان، وان يكون راعي للاصلاح في الحكومه الاتحاديه وحكومه اقليم كردستان السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء ايضا سيناور في هذا المجال، وسيد مسرور برزاني والسيد نجرفان برزاني يمتلكون من الحكمه ومن الموضوعيه ومن التواضع، وان يذهبوا الى حوار موسع مع حكومه السليمانيه الاتحاد الوطني، وان شاء الله سيكون العام القادم افضل من العام الحالي بالنسبه للخدمات والاعمار والاستقرار الامني بحنكه هؤلاء السياسيين على راسهم السيد رئيس وزراء العراق المحترم. طيب دكتور هاشم، موضوع أيضا مهم ومتغير جديد لربما دخل على المشهد السياسي، لما نشوف السوداني طلب موعد استضافة من البرلمان، وهاي يمكن هي تكون سابقة مصائر بتاريخ الدورات الحكومية الماضية، يعني كانت الاستضافة والاستجواب تعد بمثابة تقليم الأظافر، ابتزاز بشكل أو بآخر، يؤشر هذا الشيء أكو هناك مرحلة جديدة من العلاقة بين السلطتين تسير نحو التكامل لا التضاد؟ هو هذا الأساس، نجاح العمل الحكومي هو لابد أن يسبقه ويعاضده ويعازره ويوازيه نجاح العمل البرلماني تشريعا ورقابة. الآن للأسف الدولة الرقابي للبرلمان لا نشاهده بصورة كبيرة إلا ربما بما يتحدثون عنه كجزء من المناكفات تظهر في الإعلام وتختفي عندما تصل إلى البرلمان. هل هذا الأمر حقيقي؟ هل الأمر فيه تسويات؟ الناس تحتاج أن تعرف إذا كنتم راضين أو غير راضين. رئيس الوزراء بالثقة وأيضا بتحمل المسؤولية هو الطلب أن يكون حاضرا في البرلمان ليشرح إنجازاته خلال عام، ليسمع الانتقادات. لماذا يكون الكلام في الإعلام لمن ينتقد؟ أنا أقول ولا يكون أمام البرلمان. هؤلاء المفروض ممثلو الشعب، على الأقل جزء كبير منهم هم لا يمثلون كتل بقدر ما يمثلون استقلالية أو عناوين مستقلة في البرلمان، أو حتى من يمثل الكتل المفروض يأخذ واجبه الأساسي في السؤال واستبيان وبيان عمل الحكومة. ثم مسألة انتقاد الحكومة ليس معناه انتقاصها أو تسقيطها وإنما تقويمها. هذا كله يريد رئيس الوزراء أن يكون العمل أمام المواطنين من خلال المؤسسة التشريعية واضحا، وهو يشير بشكل واضح الطلب وأيضا استعداد الحضور إلى ثقة رئيس الوزراء بعمله وأيضا بمساراته ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي. هذه الفرصة لابد أن تستغل، لكن للأسف ما نجده الآن أنه البرلمان
من رئاسة البرلمان إلى أغلب أعضائه هم منشغلون في الانتخابات المحلية، انتخابات مجالس المحافظات، ومنهمكون بها ونسوا واجباتهم، بل ربما نسوا حتى القسم الذي أقسموه. هذه إشكالية كبرى. الآن لو نريد أن نقيم ونقوم عمل البرلمان، كم أنجز البرلمان من قوانين مهمة وأساسية؟ أولها مثلا قانون النفط والغاز، لماذا يتأخر كل هذه الفترة؟ لماذا لا يجد حديث عليه حتى من الكتل التي كانت تطالب به؟ الجميع الآن ساكت. قوانين أخرى مهمة، لدينا الكثير من القوانين من فترة النظام المقبول لا زال يعمل بها، تنتظر التعديل والإقرار. هذا أيضا لا بد أن يطرح. البرلمان لا يمكن أن يكون ناديا لمن وصل إلى هذا الموقع وذهب إلى تنفيذ مصالح الخاصة، وإلى أن يكبر ليتحول من نائب إلى صاحب كتلة، ثم بعد ذلك إلى صاحب سطوة سياسية. إذا أردنا نتحدث بصراحة، هنالك تقصير كبير من البرلمان في أداء التشريعي والرقابي، ونتمنى أن لا يكون هذا التقصير أيضا في تغييب أن يسمع الناس من العمل الحكومي وما جرى بشكل مباشر. نعم. حتى يكون الناس أيضا المساحة الحكومية، حضرتك غطيت المساحة البرلمانية والتشريعية، المساحة الحكومية أيضا كفريق حكومي ما سمنعش على الانسجام والاختلاف، رغم أنها المحاصصة واضحة بصماتها، ولكن بعد سنة، ممكن بعد هذه السنة ودخولنا في السنة الثانية، أستاذ جاسم، هل من الممكن يصير تغيير وزاري؟ بمعنى أنه التغييرات اللي اقتصرت على المدراء العامين والوكلاء، من الممكن أن يعود إلى الواجهة حديث تغيير الوزراء، بل يطبق هكذا حديث؟ بكل تأكيد السيد رئيس الوزراء هو جاد من أجل تغيير الوزراء الغير كفؤين الذين لم يضعوا بصمات لخدمة أبناء الشعب العراقي، والذي لم يكن على المستوى الطموح وعلى المستوى المطلوب، وعنده تقارير مفصلة عن أداء كل وزير وأداء في وزارته. وطبعا بكل تأكيد سمعنا من خلال شاشات التلفاز على أنه هناك تغيير وزاري، وأزم السيد رئيس الوزراء على أنه التغيير الوزاري هو حرية الشخصية ولا يمكن أن أحد يتدخل به، وهو عازم على تغيير وزراء جدد لخدمة الشعب العراقي ولخدمة المؤسسات الإدارية العراقية بشكل مهني وأكثر كفاءة. ولكن هذا يحتاج إلى وقت، ممكن في بداية العام القادم أو نهاية هذا الشهر يتم قراءة للساحة من جديد واستبدال وزراء هم عليهم مؤشرات أما فساد وأما عدم كفاءة وعدم نزاهة. فالسيد رئيس الوزراء جاد على تغيير هكذا نموذج من داخل الكابينة الوزارية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جاسم العيساوي، عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، ضيفا كريما في الاستوديو، وشكر الكثير لحضرتك الدكتور هاشم الكندي، رئيس مجموعة النبأ للدراسات، ضيوفا أكارم. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. طوفان الأقصى، تهشيم هيبة إسرائيل الزائفة، وإحراج حكومة الاحتلال بملف الأسرى. لا يلتزم، خلينا نصير واضح، عندنا امريكا اوروبا بهذه، مع تقديرنا للعلم الموجود وللاداره الموجوده ونستفيد من علومهم ادارتهم، لكن ثقافتهم احنا نرفضها. الغرب لا يفهم الا المصلحه، والغرب لا يحترم الا القوه. هاي نقطتين، اكو نفط، اكو فرصة استفادة، اكو اموال، هاي نقطة. $3 billion. النقطة الثانية، لا يحترم
إلا القوة. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا في هذا الملف. ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أهلا ومرحبا بك أستاذ مخلد. وكذلك ينضم معي عبر سكايب من فلسطين السيد منير الغول الناشط والصحفي. أستاذ مهند، المشاهد اللي بثتها كتائب القسام عن الأسيرات الإسرائيليات، كيف من الواجب أن تلتقطها الحكومة الإسرائيلية، وكيف يكون التصرف إذا هكذا مشاهد؟ أستاذ مخلد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين قناة الأيام. حقيقة إذا ما أردنا أن نرجع للوراء بسيطا، فنرى أن قبل أيام ظهر المتحدث أو الناطق الرسمي باسم المقاومة وذكر بأنهم على استعداد لمبادلة الأسرى، سواء ضمن صفقة واحدة أو تجزئة التبادل إلى أكثر من صفقة. وبالتالي هذه كانت رسالة إنسانية واضحة المعالم من مقاومين حماس، نادوا بها إلى الجانب الإسرائيلي من أجل الأسرى والرهائن الموجودين لدى حماس. بالتالي لم يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد من الجانب الإسرائيلي، لذلك كانت اليوم ظهور الرهينات كانت رسالة واضحة وفضح لكل المخططات الصهيونية، وهي رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي أولا وإلى المجتمع الدولي ثانيا، لإعطاء رؤية واضحة أن هؤلاء الرهائن هم بخير وصحة، وقد أجريت لهم عمليات، وكانت هنالك نية من قبل المقاومين للتبادل، لكن الجانب الإسرائيلي هو من يماطل في هذا الموضوع. الرهينة تكلمت بشكل واضح وصريح وقالت أن نتنياهو هو من يريد قتلهم كما قتل الكثير من الإسرائيليين. فبالتالي اليوم هذه الرسالة حقيقة رسالة أسقطت نتنياهو وأسقطت حكومة نتنياهو، بقدر ما هو قد وقع في 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 خضم ما حصل في 7 أكتوبر من هزيمة كبيرة، أراد أن يموه هذه الصورة إلى العالم الخارجي وإلى المجتمع الدولي، لكن بدأ ينكشف شيئا فشيئا، وذلك كانت اليوم الرسالة واضحة جدا للعيان. طيب، هنا أنا أجدد الترحاب بحضرتك أستاذ منير الغول، ونتحدث عن رقعة الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية بعد فيديو الأسيرات الثلاثة، هل من الممكن أن تتوسع هذه الرقعة؟ نعم، بدون أدنى شك هذه مسألة ضغط على الكيان الإسرائيلي، ونقطة ذكية جدا من المقاومة في قطاع غزة. تظهر المحتجزات الإسرائيليات بصحة، بعافية، بهدوء وبمكان غير معروف، ويتحدثنا بطلاقة ويطالبنا بأنفسهن أن يتم التغيير والإفراج عنهن. ووجهت المتحدثة اليوم في الفيديو رسالة واضحة لا تقبل التأويل أو الشك، أنه كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأجانب، لكن نتنياهو رئيس وزراء
الكيان المحتل هو من نقض هذا الاتفاق، وبالتالي هو من يريد قتل المحتجزات، علما أن المقاومة أبرقت برسالة واضحة المعالم أن 50 أسيرا ومحتجزا لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي. وقبل قليل صرحت المقاومة أن مزيد من القصف الهمجي على المدنيين والأبرياء والمنازل والمنشآت ربما يؤدي إلى مزيد من القتل. هناك من وراء الكواليس عمليات تفاوضية متواصلة كبيرة جدا، جهود حثيثة. رئيس الموساد الإسرائيلي برنيع كان يوم أمس في قطر من أجل الخروج بصفقة تبادل ربما تكون شاملة وهذا مستبعد، وربما تكون مجزأة على مراحل، وهذا سيزيد الضغط على الكيان المحتل. يعني نتحدث هنا أستاذ مخلد، لما فيديو الأسيرات الإسرائيليات لما أدخل تل أبيب في مرحلة حرج لا تحسد عليها، هل ستقدم في أولوياتها أسراها أم ستكون هنالك محاولات عسكرية كردة فعل كما حدث سابقا وتصاب بالذعر؟ يعني لا أتوقع أن نتنياهو اليوم قادر على الذهاب باتجاه زيادة في سياسة الأرض المحروقة، لأنهم يعلمون أن هنالك رهائن ليس فقط إسرائيليين وإنما من دول مختلفة. المجتمع الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية خصوصا العسكرية تعلم أن نتنياهو هو مهندس بروتوكول هانيبال الذي مستعد فيه إبادة الصديق والعدو إذا ما أراد الوصول إلى هدف. اليوم يحاولون بشتى الوسائل إيقاف نتنياهو للذهاب بهذا البروتوكول الذي استخدمه في عام 2014 ضد مجموعة من الأسرى الإسرائيليين عندما أسرتهم المقاومة الفلسطينية، واستطاع ضربهم ونجاة أحد الجنود وهو جلعاد شاليت الذي فاوضوا فيه وتم إطلاق أسرى مقابل هذا الجندي. فبالتالي هنالك تخوف إسرائيلي مجتمعي من أنه يذهب بهذا الاتجاه، وبالرغم اليوم وجود خلاف كبير ما بين وزارة الحرب الإسرائيلية وما بين حكومة نتنياهو، لذلك هم ذهبوا باتجاه إقامة حكومة مؤقتة استقطبوا فيها رؤساء سابقين ومدراء استخبارات سابقين لأجل إدامة هذا العمل. اليوم أيضا المستشارين الأمريكان الذين موجودون حاليا في إسرائيل هم من يشرفوا ويرعوا عملية هذا القصف وهذا التوغل الذي يبدأ من محاور عدة لمحاولة الدخول إلى داخل غزة، والذي دائما ما تفشل هذه المحاولات كما حصل البارحة، واستطاع المقاومون من مباغتة دبابات العدو من خلفها وإيقاع الخسائر فيها، وكذلك اليوم عندما حاولوا الدخول من الجهة الجنوبية لغزة باتجاه شارع صلاح الدين، وأيضا تصدت لهم المقاومة واستطاعوا من الانسحاب. اليوم الجانب الإسرائيلي حقيقة يعيش حالة من الأزمة لأنها لم تحصل سابقا، دائما ما كان الكيان يذهب باتجاه أخذ خصمه بصورة منفردة وبالتالي التعامل معه ويضع نهاية لهذا العمل. في هذه المعركة لا توجد نهايات لهذه المعركة، هنالك أكثر من جبهة مفتوحة ضد نتنياهو، وهي جبهة حزب الله وجبهة سوريا، فلذلك هنالك حذر شديد وكأنما يسير في حقل من الألغام إذا ما أراد اجتياح غزة. بعد فشل جيش الاحتلال أستاذ منير في تلك العمليات العسكرية والاقتحام البري وسقوط أوراق تباعا، هل سيدخل مجبرا لصفقات تبادل الأسرى برأيك؟ بدون أدنى شك، هذا ما تبرزه تصريحات قادة الجيش الكبار وأيضا المستوى السياسي في الكيان المحتل. هم يتظاهرون أمام الرأي العام الإسرائيلي أنهم عازمون على تنفيذ المزيد من الاقتحامات البرية التي يعتقدون من خلالها أنه سيتم
توفير ورقة ضغط على المقاومة الإسلامية وعلى حماس تحديدا من أجل تحرير المزيد من المحتجزين، ولكن هذا الرأي العام الإسرائيلي يدرك أن من خلفه العديد من الأسباب الواهية. هم يتخوفون من عملية اقتحام بري واسعة النطاق ويتقدمون في عمليات برية محدودة فقط في ساعات الليل لا تتجاوز مئات الأمطار، ويعودون في ساعات الصباح الباكر إلى السياج الحدودي. أعتقد أن هناك مفاوضات كبيرة جدا تجرى من وراء الكواليس، وأن إسرائيل هي التي تتواجد حاليا تحت الضغط بسبب وجود عدد كبير من جنودها ومستوطنيها داخل الأسر لدى المقاومة الإسلامية، وأيضا الضغوطات الدولية بسبب وجود أكثر من 103 محتجزين من دول أجنبية في مقدمتها تايلاند ب20 محتجزا، وأيضا الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية والأمريكية الجنوبية. وبالتالي إسرائيل معنية من وراء الكواليس أن تستمر في صفقة تحفظ ماء وجهها، لأنها تدرك جيدا أن الهدف المعلن لهذه الحرب بالقضاء على المقاومة الإسلامية حماس وبنيتها التحتية العسكرية والمدنية والسياسية وترحيل سكان قطاع غزة هدف لن تنجح به. ولربما نقول أنه كما بدأت الحرب بمفاجأة كبيرة، ربما تنتهي بمفاجأة وصفقة دبلوماسية كبيرة تكون مدوية. شنو المعطيات الموجودة عند حماس أستاذ مخلد حتى تفتح هكذا مواضيع؟ يعني أكو رسائل صادرة من تل أبيب تريد تخفيف الضغط عليها، أم أن لا مناص من توجه تل أبيب نحو التفاوض حول الأسرة؟ يعني حقيقة حماس تنظر إلى الموضوع من الجانب الإنساني. هؤلاء يعني رهائن وأكثرهم من النساء، فبالتالي حماس تذهب من الجانب الإنساني من الجانب الإسلامي، إنه لا يمكن إبقائهم يعني فترات أطول، وقد يعني تسبب القصف الإسرائيلي في مقتل أكثر من 30 من هؤلاء الرهائن. فبالتالي تذهب حماس بهذا الاتجاه لتحقيق نصر ومكسب آخر يعتبر يعني لحماس بعكس ما كانوا يصرحون بها الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي حقيقة وخصوصا نتنياهو يعني لديه أفكار ولديه أبعاد أكثر من ما هو متصور على أرض الواقع. نتنياهو يريد تطبيق مشروع الترانسفير، ويريد أن يوسع مساحة إسرائيل على حساب غزة، وهذه التقارير وهذه يعني هذه الخرائط موجودة يعني قديما موجودة بأن يتم إرجاع الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية وهي الأردن، ويعني يعني جعل سكان غزة يذهبون باتجاه سيناء. هذه الأفكار التي دائما ما كانت تراود حلم نتنياهو، لكن دائما ما يفاجئ أن حماس اليوم ليس حماس قبل 5 سنوات أو قبل 10 سنوات. حماس اليوم لديها رؤية عسكرية استراتيجية، لديها سلاح متنوع، دائما ما تفاجئ العدو بهذا السلاح. مرة يظهر لنا صاروخ العياش ويستهدف إيلات ويستهدف صفد، ومرة يظهر لدينا صاروخ ياسين الذي هو مطور وفيه حشوات ممكن أن تخترق الدروع والدبابات، ومرة يظهر لدينا صواريخ الجورنيت المتطورة أيضا ويستهدف المدرعات. كل هذه تحسب لها ألف حماس. إضافة إلى ذلك اليوم تتعامل مع مقاومة هي ليس موجودة على سطح الأرض، وإنما موجودة في مدينة من الأنفاق. طيب. يعني داخل الأرض. هذا أكيد سوف يضعف الجانب الإسرائيلي، لأن حماس تقاتل لكي تستشهد، بينما الجانب الإسرائيلي أو الجند الإسرائيلي يقاتل لكي يعيش، وهذا في السياق العسكري وفي سياق حروب المدن هذا يعتبر تفوق كبير من الناحية العقائدية والناحية الجهادية والناحية القتالية بالنسبة لمقاتلين حماس. هذا ما يخص حماس، ولكن ماذا بشأن بقية فصائل المقاومة الفلسطينية أستاذ منير؟ هل تشاطر حماس بهذه الصفقة أقصى تبادل الأسرى أم أن لها رأي آخر؟ نعم، لدى عدد من فصائل المقاومة أسرى إسرائيليين وربما أجانب أيضا، وحتى
لدى بعض المواطنين العاديين هناك عدد من الأسرى، لأن عملية الاقتحام وبدء معركة طوفان الأقصى لم تقتصر على الأجهزة العسكرية والمقاتلين للفصائل الفلسطينية، وبالتالي نجح عدد من المواطنين أيضا بالتوغل إلى داخل غلاف مستوطنات قطاع غزة، وأسر بعض الجنود وبعض المستوطنين وبعض الأجانب الذين كانوا داخل هذه المستوطنات، ولكن الجميع في خندق واحد في صف واحد مع المقاومة ومع الكبرياء ومع مزيد من الضغط من الناحية النفسية على الاحتلال الذي يجد نفسه في مأزق كبير، وفي نهاية المطاف يتوقع أن تتم صفقة تبادل، ولكن حتى هذه اللحظة لا يتضح ما إذا كانت هذه الصفقة ستكون مع ما صرح به قائد الذراع العسكري لحركة حماس عندما قال أن تبييض السجون هو الهدف الأسمى. نحن نعرف أن إسرائيل تعتقل اليوم المئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، وهي بذلك تحاول أن تجد لها مخطط تكتيكي للإفراج عن بعض الأحكام البسيطة والسيدات والقاصرين وترك أصحاب المؤبدات في السجون، ولكن حماس أصبحت ذكية في هذا الجانب، ولن تتكرر على الإطلاق المأساة التي حصلت والخطأ الاستراتيجي الكبير في صفقة شريط عندما أعادت إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى وزجهم بالسجون حتى هذه اللحظة. طيب يعني هنا نتحدث أيضا عن متغير لربما يطرأ على الحلول. أستاذ مخلد، شو نشوف الاستشراف للحالة ما بعد تنفيذ الصفقة؟ راح يبقى مسار ومشوار الحل السياسي هو قائم، لو راح ترجع الأحداث للميدان قضية جبهة مقابل جبهة، ممكن يصير اتفاق يخص فتح المعابر الإنسانية كمقدمة لصفقة تبادل الأسرى؟ يعني حقيقة لحد هذا لحد هذه اللحظة والموضوع ضبابي، يعني لا يمكن التكهن بما سوف يحصل، لأن يعني رؤية نتنياهو يريد يعني الدخول واحتلال غزة، يريد إنهاء حماس، لكن أكيد هنالك رؤى دولية أخرى يعني تتعارض مع رؤية نتنياهو، وخصوصا الرؤية الأمريكية التي بدأت تضعف شيئا فشيئا بما يتعاطاه نتنياهو. هنالك يعني مشكلة حقيقة يعيشها نتنياهو وحكومته في قبالة حماس، لحد هذه اللحظة هي صامدة متمسكة، لكن يعني ما بعد عملية تبادل الأسرى إن حدث هذا الموضوع، أنا لا أتوقع بعد هذه العملية ستستمر هذا الصراع أو هذه الحرب، فبالتالي أكيد سوف يجد حلول جديدة أو خارطة جديدة ممكن أن يقبل بها الجميع، ويصلون إلى مرحلة يعني مرحلة لا نقول عنها صلح، ولكن مرحلة استقرار ما بين الطرفين. المعابر الحدودية اليوم، معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بمصر، هو لحد هذه اللحظة هو معبر، يعني مصر لا تجازف بفتح هذا المعبر من لأجل لا يعني ينزح سكان غزة إلى سيناء، لكن يحاول إدخال المساعدات، لكن حتى هذه المساعدات اليوم نراها مساعدات بسيطة لا تفي حجم الاحتياج الموجود لدى غزة. الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني ضيفا كريما في الأستوديو، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر الموفور للأستاذ منير الغول الناشط والصحفي، حدثنا عبر سكاب من فلسطين. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.